يقول: ما حكم مرور المرأة من أمام الرجل وهو يصلي إذا كانت مرأة بالغة؟ لا يجوز المرور بين يدي المصلي قريبا منها وبينه وبين سترته، لا للرجال ولا للنساء، هذا حرام، إلا في المواطن الضيقة مثل المسجد الحرام، هذا ضرورة، تمر النساء ويمر الرجال، هذا ضرورة للضرورة لا بأس، ما تقدر تمنع الناس حتى أنك تنهي صلاتك، يقفون الناس كلهم، ما هو ممكن هذا. ولا شك أن المشقة تجلب التيسير، ففي المسجد الحرام المشقة تجلب التيسير، صل ولو مر الناس ولو مرت النساء من أمامك، صل وليس عليك حرج في ذلك. قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام والناس يمرون بين يديه ولم يمنعهم عليه الصلاة والسلام. نعم.